إلى باقي فقرات البرنامج وضيف الحصة كالعادة نبدأ بجريدة النهار واللي فتحت صفحتها الأولى اليوم بالزيادات في الأجور. قالت بالتفاصيل زيادات في أجور وتصنيفات عمال قطاع التربية، وإن أعلنت وزارة التربية الوطنية عن قائمة الرتب والتصنيفات الجديدة لموظفي وأساتذة القطاع بالأطوار التعليمية الثلاثة ابتدائي ومتوسط وثانوي، وهو الإجراء المنتظر البدء في العمل به بعد موافقة الحكومة عليه ليصبح ساري المفعول والعمل به من طرف مصالح الوظيف العمومي. جزائريون يموتون بسبب الكيس المائي أو المرارة في 2018، من أحيل خلال الخمس سنوات الأخيرة أكثر من 1000 طبيب على المجلس التأديبي لعمال أو لعمادة الأطباء الجزائريين بعد ارتكابهم أخطاء مهنية ضد المرضى خاصة في مصالح توليد، من بينها 1000 أو 100 حالة وفاة امرأة حامل فقدنا الحياة جراء عملية جراحية بسيطة أو تعقيدات ما بعد الولادة، بالإضافة إلى أشخاص يموتون بسبب الكيس المائي. زيادات في أسعار الأدوية تفوق 50%، يعني زيادات في الأجور ثم زيادات في أسعار الأدوية، وإن شهدت أسعار الأدوية المستوردة والمنتجة محليا ارتفاعا محسوسا وصل حدود 30% فيما توقع الصيادلة زيادة في أسعار دواء من دون استثناء، وقد تتجاوز 50% في الأيام القليلة القادمة خصوصا في ظل تراجع قيمة الدينار وارتفاع أسعار الموارد الأولية. مجهولون يدفنون شابا حيا داخل مبنى رسمي مهمل في القبة، وانفتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقات معمقة في قضية خطيرة تتعلق بمحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، والتي راح ضحيتها الشاب ليتجاوز 27 سنة من عمره، والذي أنقذته مصالح أو الشرطة من موت محقق بعد قيام مجهولين بدفنه حيا ورميه داخل حفرة لأزيد من 8 ساعات كاملة بعد تكبيله، وهذا داخل مبنى مهجور تابع لوزارة العدل بالقبة في العاصمة. نذهب إلى جريدة البلاد. قالت العثور على الفتاة المختفية محتجزة بأحد المنازل بتيارت، وتمكنت عائلة الفتاة المختفية منذ 10 أيام ببلدية حاسيبحبة شمال جلفة من العثور أمس على ابنتهم صبيحة لتا في إحدى القرى التابعة لبلدية فرندا بولاية تيارت. إلى وقت الجزائر، قالت بوتفليقة يمنح الضوء الأخضر، وإن أضفى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة طابعا رسميا على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل عمليات الاستثمار العمومي، وذلك وفقا لقانون جديد نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ليوم 12 سبتمبر، وهو نفس القانون الذي تطرقت إليه النهار في عدد الأمس. الموعد اليومي، الجزائر ستتوقف عن استيراد المواد الفلاحية بعد 3 سنوات، هكذا كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوازقي أنه من المرجح التوقف عن استيراد المنتجات الفلاحية من الخارج بصفة فعلية بعد 3 سنوات من الآن. المشوار السياسي، قالت توفير 60,000 منصب شغل، وأكد وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود أول أمس بالجزائر العاصمة المشاريع الفندقية الجارية إنجازها على مستوى ولاية الجزائر والبالغ عددها 82 مشروع من شأنها توفير أزيد من 14,000 سرير إضافي وتوفير 60,000 منصب شغل جديد. المساء، قايد صالح يدعو أفراد الجيش للذود عن السيادة وأمن الجزائر، وإن دعا نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح أمس أفراد الجيش بالناحية العسكرية الثالثة إلى أن يظلوا دوما على استعداد تام وجاهزية عالية لمواجهة كافة التحديات الحاضرة والمستقبلية حماية للجزائر والذود عن سيادتها وأمنها واستقرارها. ربي يوفق كل أفراد الجيش لأداء هذه المهام النبيلة. لوريزون إدارة النفايات المنزلية بالجزائر، وانكشفت وزيرة البيئة والطاقة المتجددة فاطمة الزهراء الزرواطي أن الجزائر العاصمة
ستشهد إنجاز مشروع للتسيير والتثمين الطاقوي للنفايات مطلع 2019 قصد التقليل من النفايات بنسبة 30%، مشيرة إلى أن هذا المشروع الضخم الذي ستستفيد منه الولايات الثلاثة المجاورة سيكلف 30 مليار دينار ويشكل نقلة نوعية في تسيير النفايات المنزلية التي صارت مشكلة العصر. لا نوفال ريبوبليك قالت انطلاق أسبوع الجزائر بالولايات المتحدة، ونعطى وزير التجارة سعيد جلاب مساء أول أمس بواشنطن إشارة انطلاق أسبوع الجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو موعد فريد من نوعه يهدف إلى التعريف بتاريخ وتراث الجزائر وبمؤهلاتها الاقتصادية والسياحية. مشاهدينا